النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للمتاحف، بتأكيد لما هتيجي سيرة المتاحف لازم نحط مصر في هذه الجملة، متاحف مصر، عشان نقول إن متاحف مصر اللي جسدت حضارتها وتاريخها، مصر الأرض العامرة بالمتاحف اللي مليانة كنوز أثرية بتسرد فيها حكايات وأسرار عصورها. تاريخ مصر هو تاريخ الحضارة الإنسانية كلها، واللي أبدع فيها الإنسان المصري وقدم من خلال إبداعه حضارة عريقة مليانة كنوز وتحف وعلامات. في اليوم العالمي للمتاحف لازم نشاور النهاردة على المجهود الكبير اللي مصر عملته في تنمية وتطوير المتاحف، متاحفنا اللي بتعبر عن حضارتنا. لو جينا اتكلمنا مثلا عن المتحف المصري الكبير، واحد من أكبر الأدلة اللي ممكن نستخدمها، المتحف المصري ده واحد من أكبر وأشهر المتاحف في العالم، جواه مجموعة نادرة من التماثيل وكنوز الملكية، نقدر نقول عليه تحفة معمارية فعلا تم تشييدها عشان تقدر تجذب ملايين السياح سنويا. كمان احنا عندنا المتحف القومي للحضارة اللي مصر طورته وقدمته للعالم كله كمقصد سياحي عالمي مليان بالكنوز والتحف والآثار المصرية. المتحف القومي للحضارة هو مجمع حضاري عالمي متكامل بيتيح لزواره فرصة التعرف على تاريخ حضارة مصر على مر العصور. وحقيقة في خلال السنين اللي فاتت مصر أولت اهتمام كبير بهذا الملف، ملف المتاحف وتطويرها، وده شفناه مع عدد كبير من المتاحف اللي منتشرة في أغلب محافظات الجمهورية، زي مثلا متحف الغردقة، متحف شرم الشيخ، متحف المجوهرات الملكية، كمان متحف كهف رومل في مطروح، والمتحف اليوناني الروماني في محافظة الإسكندرية، وغيرها وغيرها من المتاحف المنتشرة في مصر. مصر نقدر نقول إنها غنية فعلا بمتاحفها، وده اللي هيخلينا نقول لكل أسرة مصرية النهاردة في اليوم العالمي للمتاحف، خدوا ولادكم وروحوا أقرب متحف في محافظتكم، اتعرفوا على الكنوز والمقتنيات اللي موجودة، عرفوا ولادكم تاريخ حضارة بلادكم. خلاص في ناس كتير قوي أخدت أجازة عندهم فرصة، والنهاردة كمان يوم أجازة في أغلب الأماكن، فتقدروا تروحوا وتنبسطوا انتوا وولادكم.